مختلفة جدا مع هذا الرأي. مش مع ان احنا ندي الناس فلوس عشان هم بالبطالة كده، سميها بقى إعانة بطالة، سميها دعم نقدي مباشر. الحقيقة انه كان لازم مع الاصلاح الاقتصادي، مع الاجراءات الصعبة اللي اتخذت اللي تحملها المصريين بشجاعة، كان لازم زي ما بدوس بالوجع في الجزء ده، وده كان لازم عشان اصلح الموازنه، كان لازم اديهم حاجه بالجزء في الأخر. تكافل وكرامه، في تكافل وكرامه مش كفايه، كان لازم يوسع، وكان لازم يوسع ويوسع هذا الدعم ليه، سواء سميها بقى اعانه بطاله، سميها دعم نقدي مشروط مباشر مشروط. انا في النهايه كان لازم ادي الناس دعم في ايديهم. ليه الناس لما بنقعد مثلا 3 ايام بنتفرج على الانجازات على المشروعات ليه بتحس ان الناس مش حاسه؟ يعني برغم ان في مشروعات وفعلا في انجازات فعلا كبيره وفعلا انجازات مهمه، لكن ترجع تسال هي الناس ليه مش مقدره كل ده؟ لانه ما دخلش جيبهم حاجه. على فكره ده غلط، معلش، ما ده مشاعر صح، في مراحل، لكن انت محتاج تساعدهم. المليون المليون ونص شخص اللي تعالجوا من فيروس سي ما دخلش جيبهم حاجه؟ حياتهم اتغيرت، المصري ما بيحسش، حياتهم اتغيرت. ده قرار لا يا فندم، ما ده طريقه لا 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 وانا طب ما هو بيشتغلوا في المشروعات دي، بيشتغلوا مش كلهم، لا لا في مئات الالاف طبعا مش كلهم، لا طبعا ازاي عمال العمال العائدين من السفر وكذا، لازم تديله اعانه مباشره. لحظه واحده، مش يعني ممكن ما تعملش طريق مثلا، يعني تاخد من من المشروعات الضخمه دي مشروع واحد وتوسع، وبعدين بعد ما تديله، طب وبعد ما تديله لا ان تعلمني الصيد خير من ان تعطيني سنه. لا انا بقى